ما تيجي اشتغل 30 حلقه وتتجوز وتزوجي خلاص يا شيماء، دي فرصه يحكيك انت غني، نشوف هيحكيك في الغنى ولا لا. يلا حكي لي في الغنى. نسمعك تغني لنا. ما اقدرش. Thank you.
شكرا لك يا رؤى. ولسه متواصلين في لمة عيد في ثاني ايام عيد الاضحى المبارك، انتظرونا بعد فاصل ان شاء الله متواصلين معكم.